هناخذ تقريرين، الباجي حنأجلهم باكر، المباحث أعطوني معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصبح. معالي وزير في مخفر مباحث الشويخ مهجور، الإخوان الله يطول عمرهم اهجروا المخفر معالي الوزير. العادة طلعوا من المخفر يشيلوا كل شيء، لكن إخواننا المباحث خلوا الملفات مكانها، التحقيقات ما أعرف شيء إيش كله مقطوط بالأرض. تقول لا مو معقولة أخ محمد، والله يا غلاتك عندي يا معالي الوزير، أنه تركوا الملفات ومشوا ومبنى مهجور. وزي ليش ما صورتوا؟ ليش ما سكرتوا؟ ليش ما خذيتوا الملفات وياك؟ ليش ما خذيتوا ملفات القضايا وياك؟ يصير معالي الوزير؟ ما يصير معالي الوزير. شوف التقرير معالي الوزير والقرار عندك. شكرا لك، أعطوني التقرير. هذا هني مخفر شويخ المهجور اللي طلعوا منه وخلوه، هنشوف شنو اللي فيه. مكان الأحوال هذا هني أرقام سيارات تاركينها بالمخفر، وحتى الكتب خلوها. شوف بيان هام، بيان هام لوزارة الداخلية. وهذا المخفر بلا بيبان بلا هذا طلعوا منه، لكن خلوا أوراق معلقة. وهذا مكتب الضابط هني، قائد منطقة وسكرتارية والمباحث، هذا كله من دشهم الحين. وهذا هني شوف ممنوع التصوير إلا بأمر الرئيس، أوراق هني. وهذا هني إحدى غرف، شوفوا الكيابل باقوها البنقال، دشوا وباقوا الكيابل كلها قطوها. طبعا هذه كلها باقت كهرباء، كلها باقت راحت. أما هني بعد رئيس المخفر هم خلوا أوراقهم هني، شوفوها مع الأسف. نظارة النساء هذه، نظارة رجال هذا هني، شوفوا مكتب مباحث شويخ. هذه كلها ملفات المخفر والمباحث، كلها ملفات المباحث اللي المفروض تكون سرية. شوفوا مغبوب عليهم ومطلوبين. شوف اللي هني هاك، ها هذه كلها ملفات، ليش ما خذوها؟ هذا المبنى اللي تركوه سايب، شوفوا شوفوا البنقال وغيرهم لعبوا لعب، لعبوا لعب يا وزارة الداخلية، واخرتها انتو. قبل ما احط التقرير الاخير، هناك طلب لمعالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصبح. شيخ، اخوانك في المباحث الجنائية دوريات ما عندهم ويداومون على سياراتهم الخاصة، يا ليتك معالي الوزير تسأل الاخوان في المباحث الجنائية هل فعلا ما عندهم سيارات يقومون بواجباتهم ويروحون اعمالهم بسياراتهم الخاصة؟ إن كان صح، إن كانت المعلومة ليتني الحين فهذه مصيبة، أن يروحون أعمالهم في سياراتهم الخاصة. الموضوع عندك دقق عليه. شكرا لك معالي الوزير. آخر تقرير